أسعد الله أوقاتكم بألف خير وأهلا بكم ضمن هذه التغطية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا في بث مشترك بين إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية وقناة ميديان تي في. لا زال فيروس كورونا يسجل نسب إصابات مرتفعة بالمغرب ويزهق أرواحا أعدادها في تزايد، هي أرقام تسرد على مسابعنا يوميا. نتأثر لفقدان موتانا ونأسف أشد الأسف لمصابينا مع دعوات حارة بالشفاء، فينصرف كل منا لتحصيل قوت يومه دون أن يدرك أن هذا القوت بات اليوم مهدداً هو الآخر أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا. فكيف سنحقق هذه التعبئة الشاملة التي نادى بها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب؟ وهل نحن مدركون بالخطر الذي يتهددنا ما دامت نسب الإصابات في ارتفاع، أم أن الأنانية واللامسؤولية ستقول كلمتها فينا؟ أسعد بنقاش هذه المحاور مع ضيفي الكريمين الدكتور حذيفة أمزيان، خبير في القضايا الاقتصادية ورئيس سابق لجامعة عبد الملك السعدي، السيد جمال الأغماني الخبير في قضايا الشغل والوزير الأسبق لتشغيل والتكوين المهني. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ بسؤال للسيد جمال الأغماني. نداءات متكررة أصدرتها الأطقم الطبية، بل هي مناشدات بضرورة الحذر والالتزام، واليوم أعلى سلطة في البلاد توجه خطاباً وصفه السياسيون بالجريء والواضح، فهل وصلت رسائله؟ أظن أن الخطاب الملكي الذكرى 67 لثورة الملك والشعب هو يسد في عمقه العديد من المغازي، فهو استحضار لروح المواطنة التي سادت آنذاك ومهدت لاستقلال المغرب من أجل مواجهة معركة آنية يمكن نعتبرها مصيرية اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للمغرب، وهي التي تتمثل في تفشي وباء كورونا، وهي المعركة التي لم تكسب بعد، حيث أكد جلالته بشكل واضح أنه بدون سلوك وطني مثالي ومسؤول من طرف الجميع لا يمكن الخروج من هذا الوضع ولا رفع تحدي محاربة هذا الوباء. وبالتالي كان دعوة صريحة لكل الفاعلين، لكل المواطنين، لكل السلطات، لكل المتدخلين، من أجل تعبئة ويقظة كبيرة، حيث شجل جلالته أنه إذا استمرت الإصابات بوباء كوفيد 19 في الارتفاع مع النسب التي تسجل في الآونة الأخيرة، فإن اللجنة العلمية المختصة بهذا الوباء قد توصي بإعادة حجر الصحي بل وزيادة تشديده. ونحن نعرف جميعا آثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لإجراء الحجر الصحي. فما يمكن تأكيده هنا أن هذه الرسالة القوية التي جاءت في خطاب جلالة الملك، ويجب التذكير كذلك بخطاب عيد العرش لأن هناك ترابط ما بين الخطابين، إلا أن قوة الخطاب ديال الذكرى 67 لثورة الملك والشعب ورمزية هذه الذكرى دقن قوس الخطر بشكل واضح أمام كل فاعلين المواطنين، بل ربما أنه تركنا الأشياء بواحد الشكل ديال أننا كسبنا مرحلة الحجر الصحي، وكما كيسميوها المغاربة صافي تلقونا وملي تلقونا، يعني كل واحد بدأ يرجع لعاداته القديمة. اليوم المطروح هو التعايش مع هذا الفيروس، أي أنه استمرار العجلة الاقتصادية، العجلة التربوية، كل أنشطة الاقتصادية، ولكن مع أخذ كل الاحتياطات والاحترازات الأساسية التي لا تتطلب شيء كبير، تتطلب كمامة بسيطة
وكتطلب واحد المعقم صغير يكون في الجيب ديال الإنسان لما كيخرج إما للعمل أو لقضاء بعض الأغراض الإدارية أو اللقاء مع الأصدقاء أو لأي شيء خارج بيته من أجل التعقيم الأوتوماتيكي في كل ساعة في كل دقيقة في أي مرحلة لامسنا أشياء من المحيط الخارجي. فالانتصار على الفيروس هناك إمكانيات عديدة وبينت ذلك في انتظار أن يتوفر العالم بأسره على أنفاكسا الذي يمكن يخرج البشرية من هذا الوباء الفتاك. احنا اليوم في الواقع في المغرب الجميع اندهش، حتى المراقبين الدوليين حتى دول الجوار، من نسبة الرفعة التي سجلنا في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة الإصابات، والتي أصبحت تقريبا يمكن تكهنوا أن نوصلوا ل 2000 إصابة يوميا، وهذا خطير. تعلق الأمر بالوضعية ديال المنظومة الصحية التي نتوفر عليها. يجب الإشارة أن الأطقم الصحية اليوم أرهقت منذ مارس وهي تواجه هذا الوباء، 350 أو أكثر من ممرض وممرضة أصيب خلال هذه العملية. هناك مؤشرات تبرز أننا انتقلنا من واحد إصابة إلى 10 إصابات يوميا في صفوف الأطقم الطبية. الخطير في الأمر اليوم هو انتقال الوباء، ماشي فقط كان واحد الوقيتة ظاهرة حضرية يهم المدن بالأساس، لكن اليوم كنسجلوا من خلال الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة أنه مس قرى وبوادي ومناطق جبلية بالمغرب، وهنا خطورة في الكشف عليها وإحنا كنعرفوا كل الظروف. يجب تنبيه المواطنين والمواطنات، وهذه هي عنصر أساسي، أن كاين واحد الوعي شقي كنا نسميه بعض الأحيان انتشر من بعض الفيديوهات، هو أنه هناك صندوق كوفيد وهذاك الصندوق سيصرف علينا حتى لمرضنا ولا مشينا للسبيطار إلى غير ذلك. راه يمكن توفر تجهيزات، ما تطرحش مشكل، تجهيزات طبية وتجهيزات ديال الإقامة إلى غير ذلك، لكن الأطقم والموارد البشرية داخل المستشفيات سيكون من الصعب توفيرها وهي أنهكت أصلا. ولو جمعنا كل ميزانيات الوزارات التي لدينا، وحتى بما تبقى من الموارد المالية في صندوق الدعم المخصص لمجابهة فيروس كورونا. أتوجه بسؤالي لك دكتور حذيفة أمزيان، وأنطلق من النقطة التي أثرها السيد جمال. من يعللون على أنه لدينا موارد ممكن أن نبني مثلا مستشفيات يعني ميدانية، ممكن أن نكثف من الطاقة الاستيعابية لغرف الإنعاش، حتى هناك من يتبادى إلى هذا، ولاحظ معي التعليل. هل برأيكم وأنتم الخبير في علم الاقتصاد أن اليوم هي المسألة حلها هو بشحذ المزيد من الموارد المالية؟ لا، شكراً على الاستضافة. أعتقد أن الخطاب الملكي كان تسمى بواحد صراحة مع الشعب، وهذه من سمات الخطاب الملكية. وطبعا مشكلة هذه الجائحة ماشي هو إيجاد يعني سبيطارات وإيجاد المستشفيات والإمكانيات، لا بالعكس، هو الحفاظ على الحياة وصحة المغاربة والمواطنين. احنا كنذكروا ما قاله جلالة الملك في عيد العرش، وأكد على الهم ديالو الذي يعني مرتبط بصحة المواطنين، أن علينا أن نقوم باحترام كل ما يتطلب ل يعني غادي نوقفوا هاد الجائحة، الكمامات، التباعد، استعمال وسائل ديال التعقيم إلى آخره، لأنه كل خص يعرف المواطن أن كل يعني موت شخص عنده تكلفة للمجتمع وتكلفة لعائلته ولمجتمعه
المغرب ككل. وبالتالي المشكل ديال هذا المرض هو أنه إذا كثر عدد المرضى الذين يحتاجون مثلا إلى الإسكانير ويحتاجون إلى الإنعاش إلى آخره، هذا ما يتمكنش المغرب أنه يوفر يعني في وقت وجيز كل هذه الإمكانيات. احنا شفنا أن دول أوروبية التي لها يعني إمكانيات هائلة متواجدة سواء مادية أو مالية، وعرفت يعني انتكاسات كبيرة. أفكر مثلا في إيطاليا، أفكر في إسبانيا، في فرنسا ودول أخرى، لأنه لما يكثر عدد المرضى وعدد من يحتاج إلى الإسعافات والإنعاش، فالدولة ما يمكن لهاش يعني كما لو سألتك يعني بشكل، لو أنت الخبير في الاقتصاد، تكلفة مريض في غرفة إنعاش هي منظومة، ليس فقط المريض أو جهاز التنفس الذي يكلف، ولكن يكلف أيضا ممرض يراقبه على مدار 24 ساعة، الأدوية التي يعيش عليها. كم تكلفة مريض واحد في غرفة إنعاش دكتور؟ ما يمكنليش نعطيك تكلفة يعني بالتدقيق المالية، ولكن كما قلتي ملي كنقولوا مثلا تكلفة ديال المريض في قسم الإنعاش، هو أولا الحجرة، هو الوسائل التقنية، وكذلك التمريض، هو الطبيب. وحنا عرفنا أنه كما قال السيد الوزير سابقا أن الآن كل يوم يعني كيتقاس أطر طبية وأطر صحية تقريبا 10، مع العلم أن في وقت ديال الحجر كانت كيتقاس واحد يوميا، دابا الآن 10. وحنا يعني العنصر البشري والمختصين في هذا الميدان اللي باش يواكبوا صحة المواطن ما كاينينش يعني بأعداد هائلة. ولو نفترض أننا نريد وعندنا إمكانيات مالية باش نجيبهم، راه تكوين طبيب أو تكوين ممرض أو تكوين اختصاصيين في الإنعاش وفي بعض الاختصاصات اللي تهم الوقاية من هذه الجائحة راه يتطلب سنوات. فلذلك أحسن طريقة التي بيد المغاربة هي أنهم يخدوا ويوعوا أن هذا المشكل ماشي مشكل ديال الآخر، ولكن مشكل كل مواطن، وأن كل مواطن استهزأ أو استهتر بهذا الوقاية بكل مكوناتها، فهو يعني كيعمل واحد الجرم مع نفسه، مع عائلته، خليته العائلية، ومع مجتمعه. فلذلك يجب التعبئة الكاملة من طرف طبعا المواطنين، وكذلك جلالة الملك في الخطاب ديالو أكد على كل المكونات المجتمع. وإن كان أنا شخصيا يعني عندي عتاب على يعني المكونات الهيئات السياسية اللي كانت في واحد الوقت غائبة وما قامت بالدور ديالها، لأن كنعرفوا أن الهيئات السياسية يعني عندها هيئات محلية وتعبئها تقصدون الأحزاب السياسية؟ تقصدون الأحزاب السياسية؟ الأحزاب السياسية أكيد أكيد، يعني ماشي كلها، ولكن غالبيتها كانت يعني ماشي في المستوى التي ما المفروض تتطلبه. ما المفروض أن تقوم به؟ المفروض هو التعبئة، يعني كاين جمعيات، كاين هياكل على المستوى المحلي. لماذا تعبئ الناس في الانتخابات ولا تعبئهم في هذه الجائحة؟ نحن في حرب. جلالة الملك قال أن المشكلة مشكلة كبيرة جدا، يعني هي خطورة وتهديد، ويستدعي قيم روح المواطنة والوطنية والتضامن. وعلى هذه الهيئات اللي هي تلعب دور تأطير المواطن، ليس فقط في أشياء سياسية، ولكن هذه في تعبئته لكي يعي خطورة ما نعيشه نحن في مع هذه الجائحة. لأنه في فترة الحجر عرفنا ما بعد الحجر تضاعفت الأعداد ديال المصابين 3 أو 4 مرات، يعني هذا خطير جدا. كنا يعني في 3 أشهر ديال الحجر كان عندنا يعني غادي نقولوا 15 حتى 20 حالة حرجة، الآن دابا تعدينا 200 حالة حرجة، فهذا يعني لا ينبئ
يعني بشيء بالخير. صحيح. صحيح بالخير طبعا. أتوجه بسؤالي إلى الدكتور جبال. تشير التقديرات الحديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من 5 ملايين أسرة تعيش من أنشطة القطاع الغير مهيكل، وهذه الفئة من الناس وأيضا كل المواطنين يعلمون اليوم على أن العودة إلى حظر ثاني هو يعني سيناريو كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكن هذا المواطن أيضا الذي يدافع باستماتة عن قوت يومه هو من يقوم بسلوكات غير صحية، فكيف نقنعه اليوم على أنه بهذا السلوك لن يحفظ لا حياته ولا قوت يومه؟ هو رغم أنه مش هذا هو الموضوع ديال دراسة أو تقييم التقديرات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط اللي أعطت 1.5 مليون ديال الأسر المغربية اللي استفدت من صندوق ديال التضامن، لأن هذه إشكاليات أخرى، من هو القطاع الغير منظم، من هو الذي ليس قطاع منظم. احنا اكتشفنا على كل حال قطاعات منظمة بمقتضى قانون ومحترمة لا تصرح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولهذا كانت هذه الدعوة ديال جلالة الملك في خطاب العرش أنه نوضع واحد البرنامج لمدة 5 سنوات لتعميم التغطية الاجتماعية والصحية والتعويضات العائلية. إذا نحن مقبلين على إصلاحات، وهذه الإصلاحات هذه تبان لنا في العمق كم هي عدد الأسر فعلا التي في وضعية صعبة أو وضعية تستدعي الدعم والمساعدة. اللي نبغي نأكد عليه هنا هي أن المعادلة ما بين الحجر الصحي، والأستاذ حذيفة دي يكون أكثر طلع مني في هذا الجانب، معادلة الحجر الصحي الشامل من جديد والمعادلة ديال الاقتصادية والاجتماعية بالآثار النفسية لهذه المعادلة، هي صعبة وصعبة جدا. نحن جربنا 3 أشهر من الحجر الصحي، نتائج أكيد هناك المعطيات الاقتصادية الوطنية بارتباط مع المناخ الدولي، عندنا نسبة نمو تراجعت تقريبا ب 5.5%، وهذه ما سبقش المغرب أن شجلها، هذه كلها انعكاسات على سوق الشغل، على نسب البطالة، على ارتفاع ديالها، إلى غير ذلك من الأشياء. فهنا مفروض أن يتركز الوعي سميتو. نتصوروا اليوم أنه هناك إصابات، وهادشي ما كيتمش الحديث عليه، ولكن بدات يتم من جهات مختلفة يتم الحديث عليه، أننا أمام أسر أصيبت بكاملها، 15 فرد 20 فرد، أننا العديد من الأسر للأسف الشديد رجعات كتحيي كل المناسبات العائلية، ماشي نقول هي الأقراح، بل حتى المناسبات عيد الميلاد ديال الأسبوع ديال الختانة ديال بطرق. على كل حال أنا كنعرفوا بأنها ممنوعة وفق قانون حالة الطوارئ الصحية، لكن تلجأ إلى العديد من الأشياء، والنتيجة كانت إصابات بأعداد كبيرة في صفوف هذه الأسر اللي لقات نفسها أمام 10 إصابات إلى 15 إصابة، كلها ماشي فقط هي المعامل، لأنه بعض الأحيان يتم التركيز أن هناك القطاعات الإنتاجية من المؤكد يمكن تكون بعض الإصابات أو المئات الإصابات نظرا لتسلاسل الإنتاج، لكن حتى الأسر، فأنا كما قبل ما قلت حتى لكانوا اضطروا هذه الأسر إلى التلاقي، فلا بد من فضاءات فيها تهوية. هذه الأسر التي تتحدث عنها السيد جمال هي أسر تعي تمام الوعي على أنها نسب الإصابات المرتفعة تعني تأثيراً ودماراً شاملاً للاقتصاد. يعني الآن هو يعلم تمام المعرفة على أنه إذا كان مواطناً بسيطاً وهو من يحصل قوت يومه لأسرته، لكنه يأتي بسلوكات، بل أحياناً يضرب بعرض الحائط حتى بمسألة وجود الفيروس، كما قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، قالها بصريح العبارة، وهذا فعلاً ما لمسناه. يعني في العائلة القريبة تجد
تجد من يقولون لك هذه مؤامرة وهذا كلام يريدون فقط تفقيرنا وما إلى ذلك. من يريد الخراب لبلده؟ من يريد أن يوقف عجلة اقتصاد؟ بالله عليك لنرد على هذا النوع من العقليات وعلى هذا النوع من الأفكار. هي للأسف وكنوجدوها في وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة من هنا وهناك، كذلك في الحديث مع الناس. كاين الآن اليوم وهذه الظاهرة كنشوفوها، والعديد من الناس داير الكمامة ماشي الوقاية نفسه ووقاية الآخر، بل دايرها باش ما يخلص 300 درهم، يعني بحال مجبر عليها. يعني هادشي كله في الواقع إلا درتي كمامة وما عقمتيش يدك راه ما درتي حتى حاجة. راه ما يعني، لان اليد كتمشي للوجه، كتمشي للعديد من الاطراف اللي يمكن الفيروس ينتقل منها. كذلك كاين واحد الوعي، هو ان الفيروس ما عنديش انا في الاسره ديالي او الافراد ديالي اللي التقي معاهم، الفيروس هو عند الاخرين ماشي في اسرتي انا الصغيره او الكبيره، هو الفيروس عند الاخرين. هذه لا تجاوزنا، لم يمت احد من عائلتي وبالتالي لا وجود لفيروس كورونا. لكن اليوم مع أعداد الإصابات اللي ارتفعت، وكما حكات العديد من المصابين اللي حكاوا على تجربتهم، أتذكر هنا العديد من الحالات دون ذكر الأسماء اللي حكات أن أن أنها أن واحد حالة معينة أنها أرادت أن تجمع العائلة في الأسرة في مناسبة عيد الأضحى، وجمعت الأسرة للفرح بمناسبة العيد، وبعد ذلك انتشر الفيروس في الأسرة كاملة أو العائلة ككل. هناك قصص كثيرة عند نساء اللي كيديروا ذاك العادة ديال الرفيسة، ديال أجي تاكلي الكسو بالقديدة، هذه العواشر الآن ديال عاشوراء، إلى غير ذلك من الأشياء. يعني أن هنا الناس خصها توعي أنها راه ماشي فقط أنها هي ما فيهاش الفيروس، وبالتالي المحيط او الناس اللي تتعامل معاهم راها دارت لهم سكانير ودارت لهم تيست باش عرفتهم باش دخلتهم عندها للدار او جاوا فرحوا. المشكله عقليات بالاساس. حربنا الان هي حرب على واجهتين، حرب مع الفيروس صحيح، ولكنها ايضا حرب مع العقليات. هذه العقليه لو نحدثها يا دكتور حذيفه مزيان بلغه تفهمها، لغة المعيش اليومي، يعني قوت يومها لو ضربت فيه، وهذا لمسناه في الحظر الصحي، والله غالب يعني كثير من الأسر اللي اشكات وبكات وتوسلت لأنه قطع مصدر رزقها ورفعت أمرها لله، وفعلا لولا تضامن المجتمع لوصلنا إلى سيناريوهات كارثية. أيضا لماذا لا نرتدع مما سبق؟ وهذا الذي يشتكي ويتباكى من سوء حاله الاقتصادي ننبئه بسيناريوهات ربما تكون متشائمة ولكنها ضرورة أحيانا. هو في الحقيقة المشكل ديال اللاوعي أو استهتار يعني شريحة مهمة من المجتمع ما كيعرفوش غير المغرب. حتى في أوروبا دول متقدمة هناك خطابات، هناك نقاشات، هناك استهتار من طرف فئات شباب أو ماشي شباب في بعض المدن، ماشي بعض المدن، يعني اللي لا يحترمون أو لا يحترمون الوقاية ديال هذا المرض، وكيحسب لهم ان ما بعد الحجر الصحي فالمشكل لا يهمهم، بحكم ان بعض المنابر الاعلاميه او اعطات انك تقول ان من هم يعني يصابون اكثر هما ذوي ما فوق 60 سنه او 65، وبالتالي ولكن الان كيتبين على ان هذا المرض يعني اللي الكوفيد كورونا فيروس كوفيد 19 راه ما كيقيش فقط الناس اللي عندهم امراض مزمنه وعندهم يعني السن ديالهم يتجاوز 60 او 70 سنه. دابا الان ولينا عندنا نسب مهمه ديال شباب 30 40 سنه وحتى 20 25 سنه اللي ولاو حتى هما كيتصابوا بهذا. فلذلك انا اقول هذا المشكل ديال كاين مشكل التوعيه وكاين مشكل يعني التواصل.
أكيد أننا خصنا نبرزو وخصنا نجددو في التواصل في حملات التوعية. وعلى ذلك الشيء كنقول أن جلالة الملك لما أكد على كل الفاعلين، ملي كيقول الفاعلين طبعا ماشي غير الأحزاب السياسية، الجمعيات، راه عدة جمعيات تمول من طرف الدولة في يعني على مدى سنين، وهذا جاء الدور الآن لأننا نحن في حرب. راه يعني لما نقول ان جلالة الملك في 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 الخطاب ديالو يعني كيستلهم الروح الوطنيه اللي كانت عند المغاربه ثوره الملك والشعب هذه اكثر من 60 سنه، هذيك الروح اللي جعلت ان المغرب يجري على المستعمر في ذاك الوقت ويتضامن ويضحي بكل علما ان المواطن المغربي هذه 60 سنه ما كانش احسن وعيا وتربيه ودراسه على المواطن. ولكن للاسف الشديد اجدادنا لم يكونوا محاطين بهذه السوشيال ميديا ولا بهذه الحرب الاخرى التي هي على الفضاء الازرق. ادعو ضيفي الكريمين بالتفضل بالبقاء برفقتنا لمتابعه هذا الخاص في بث مشترك بين إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية وقناة ميديان تيفي. فاصل قصير ونعود بعده، ابقوا معنا. مرحبا بكل من التحق بنا هذه الأثناء، أنتم عبر أثير إذاعة ميديا الدولية وعلى قناة ميديا في هذا البث المشترك بين القناتين. حلقة اليوم طبعا في إطار هذا التحسيس الدائم بضرورة الحد من انتشار فيروس كورونا، بل ربح معركته كما قال ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس. ضيفي الكريمين، دكتور جمال، لو أبدأ معك بانتصار عشناه طيلة فترة الحجر الصحي، وبعدما كنا محط إعجاب كثير من دول العالم، اليوم رغم كل ما قمنا به من مجهودات أمام ارتفاع نسبة الإصابات، هل سننسف كل هذه الجهود؟ وهل نحن لا قدر الله سنعيش سكتة قلبية لاقتصادنا؟ وكان أعتقد أنه بعد التحذير الملكي الواضح واللي كان شفاف حتى بالمعطيات التي سردها جلالة الملك في الخطاب ديال ذكرى ثورة الملك والشعب، كان واضحا، وكذلك المؤشرات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة العمومية في المغرب، لا زال بالإمكان في اعتقادي ما نكونوش متشائمين، نكون متفائلين، لازال بالإمكان أن المغرب يواجه هذه الجائحة. أنا مثلك أيضا لن أكون يوما متشائمة، ولكن أحيانا أمام نسب الألاف غصبا عنا غصبا لازال بإمكاننا أننا نحاربه، لأنه مسألة محاربة الفيروس هي جد بسيطة، صراحة جد بسيطة. إلى تصاب شخص ودار كل الأشياء الوقاية يعني ما فيها بس، لكن أن تذهب مباشرة وأنت تبحث عن الفيروس فهنا إشكال ثاني، هذا إشكال ثاني. هذه هي الفئة التي يجب لابغي ما نسميها أنها تعى مسؤوليتها اتجاه نفسها، اتجاه أسرتها، واتجاه وطنها. والأكثر من هذا أنها عندما تغلق لها مقهى أو تغلق لها محلا تجاريا يعني تقلب الدنيا. يعني أنا لاحظت أنتم من مدينة طنجة، لاحظت ردود الفعل اللي كانت في مدينة طنجة، العديد من التجار وأرباب التاكسيات وسائقين وكذلك ما كيتسمى الفراشة وغيرهم من الفئات الاجتماعية. في الوقت اللي كانت طنجة كتسجل الإصابات جد مرتفعة، اليوم المؤشرات في مدينة طنجة في ثلاث أو أربعة أيام الأخيرة كنسجلوا أن واحد التراجع، أتمنى أن تستمر فيه واحد نسبة ديال التراجع في نسب الإصابات بمدينة طنجة، يعني عمل طنجة أصيلة. هذا كيبين أن كل ما كان هناك تجاوب، كل ما تعبئات كل الفعاليات المدنية
أحزاب سياسية، نقابات، جمعيات تربوية، جمعيات الأحياء إلى غير ذلك، لأن هذه معركة وطنية. ما بقاتش عندها فقط الطاقم الصحي ووزارة الداخلية خصت تحارب هذا الفيروس، لا، هي مسألة كتبدأ من المغادرة البيت كنقولها، أو ما نسميه اليوم أو سموه بعض الأصدقاء أن نمارس ما يسمى الحجر الذاتي. ويعني الحجر الذاتي هو الالتزام بكل قواعد الإجراءات الاحترازية في البيت، في العمل، في التواصل مع المحيط، مع الأسر ومع العائلة، بالمقهى، في وسائل النقل. يعني لما كان خرج راه كما قلت سابقا بسيطة جدا، هاد الكحول، مواد عديدة منه من عديد من الأصناف، في بحال اللي كدير باكير الكارو ولا كدير البورتابل ديالك تكون إلى جانبه، واحد الكمامة. والكمامة كما كينصحوا الأطباء وكل المختصين أن ماشي غادي نديروا كمامة ديال 3 أيام وربع أيام، الكمامة مدتها 3 ساعات 4 ساعات، وهناك نوع آخر اللي كيمكن يتصبن إلى غير ذلك ولكن وفق شروط. ف هذا الحجر الذاتي هو اللي خصنا نوصلوا ليه. هذا الكل يعرفه دكتور جمال، يعني هذا الأمر الذي تقوله والله كلام معقول وفي الصميم، الكل يعرفه. لو خرجت الآن بميكرو وتنقلت بين كافة المواطنين حتى في أقصى البادية ستخبرك بهذه الإجراءات، ولكن للأسف الشديد لا نحصد هذا كسلوك يعني يتم تفعيله. هو عندما ترى اليوم المواطن، ترى بعض المواطنين، لا أعمم طبعا، بعض المواطنين في طابور أمام إحدى الإدارات يحترمون بعضهم التباعد الاجتماعي، ولكن بعض آخر يتقدم هذا الطابور ويريد أن يمر قبل الآخرين. هنا ما حكم يعني السلطة هنا لا دخل لها، القوانين وفرضت. يعني اليوم المجتمع ككل خصو يقاوم الفيروس. إذا كانت هناك حالات شادة يجب مقاومتها، ماشي فقط بالتغريم ولا بالوسائل اللي جاء فيها القانون ديال 300 درهم او عقوبات اخرى. يمكن المجتمع المحيط اللي كاين مع داك السيد يقول له اسمح لي يا سيدي راك ما دايرش الكمامه، اسمح لي يا سي التاجر طلع كمامتك حتى هنا، يقول لك كضيق عليا كدير لي الى غير ذلك. راه الضيق اللي غادي تشعر به الى كانت اصابتك بالفيروس كورونا وتطورات راه ماشي الضيق ديال داك الكمامه، راه ضيق صعب جدا. ونتمنى حتى من الاعلام انه اذا ياخذ شهادات، لانه بعض الاحيان اننا تعاملنا في وسائل التواصل ولا في الاعلام ديالنا اننا وفرنا كل الشروط لمقاومه الفيروس، درنا المستشفيات، جهزنا الى غير ذلك. فبعض كنقول بعض قال بان الامور كاينه، غادي نمشيو نداوها في جميع الحالات، وفرنا مثلا التغذيه المناسبه وكذا وكذا وكذا، هذه حتى هي خلات واحد. لكن يجب توضيح الناس، ماشي باش نخلعوا الناس، لا، ماشي بهذه السياقات، بهذا المفهوم. لكن طيب، لكن توضيح الامور انه هذيك الكمامه اللي كانت كتضيق عليك شويه في التنفس راه الا صبت فيروس كورونا راه وقيلة مرة. الله، لا نتمناها لأحد، لا نتمناها لأحد. ولكن أنقل أيضا في هذا الصدد شهادة لأطباء، لأنه في برامجنا الإذاعية أيضا نقدم يوميا لقاءات مع أطباء يعيشون لحظات صعبة في أقسام الإنعاش، حتى أنهم هناك من أصبح يرفض المرور معنا لأنه أحس أن لا جدوى من كلامه ما دام لا يسمع ولا يجده ميدانيا، وله أيضا عذره في ذلك، نتفهم نفسيتهم. الآن دكتور حذيفة مزيان، في بعض المناطق التي ظهر فيها الوباء بشكل كبير جدا فرض إغلاق كامل لهذه الأحياء، بل أحيانا إلى مدينة بأكملها. اقتصاديا ما تكلفة هذا؟ طبعا تكلفة ديالو كبيرة جدا، لأنه مثلا احنا شفنا في طنجة، مدينة طنجة هي المدينة الثانية على المستوى الاقتصادي بحكم النسيج الاقتصادي والصناعي الموجود هنايا كبير جدا، وبالتالي لما تزادت الحالات ديال الكوفيد اضطرت السلطات المحلية
والجهوية باش تفرض واحد الحجر على عدة أحياء. وهذا طبعا وحتى أنه وصل بعض قرارات اللي هي إغلاق بعض المعامل، وهذا طبعا نحن نعرف أن إغلاق المعامل عنده تبعات خطيرة جدا على المستوى، لأن غير نوعيه. وأنا كنقولها دائما، المواطن عبر كل قنواته الرسمية بالخصوص التلفازة والإذاعات، وكان حيي ما تقومون به في ميديا باش نخبروا أنه فعلا الكوفيد كيمكن كنخسروا يعني يوميا 30 20 ديال المواطنين اللي كيفقدوا الحياة ديالهم. ولكن إذا رجعنا للحجر الصحي، يعني التكلفة الاقتصادية ستكون خطيرة جدا، ولكن ماشي على المدى المتوسط فقط، حتى على المدى البعيد. راه اليوم مثلا قريت على أنه في تقرير خرج أخيرا ديال البنك مونديال على دول المينا، كيقول على أن المغرب il s'est installé dans une récession durable، يعني دخل في واحد انتكاسة اقتصادية ماشي مركز على شهر ولا شهرين، ولكن على مدى متوسط. هذا خطير جدا، يعني انه الدخل او الناتج الداخلي الخام تراجع في هذا السنه ديال 2020 ناقص 4%. لو ديفيسيت بيدجيتير، يعني غادي وصل ناقص 7.5%. طبعا احنا كنعرفوا ان التهديم الاقتصاد الوطني خاص الخسائر في شهرين كل ما بناه المغرب، يعني والبنك الدولي قاله أن المغرب منذ 20 سنة، يعني بالسياسات الحكيمة التي سطرت وتبعت، وخصوصا الأوراش الكبرى التي أعطاها انطلاقة جلالة الملك هذه 20 سنة، نحن غادي نفقدوا يعني كل ما وصلنا له غادي نهدموه في غضون 6 أشهر. وبالتالي خص نوعيو الشعب بالدارجة. وكل انا قلت حنايا على التلفازه يكونوا مواضيع يعني وندوات تكون كتكلم على هذا الشيء، ماشي غير الاذاعه الراديو، باش نوعيو انه التكلفه الاقتصاديه ستكون خطيرة جدا على عدة مواطنين. نحن نعرف أن شريحة كبيرة تعمل كما قال السيد وزير سي جمال غماني قبيلة، يعني تعيش من في ذاك القطاع الغير المهيكل. نحن نعرف أن هذا القطاع هذا الغير المهيكل مع الأسف كاين هناك عدة مواطنين أسر التي تعيش بقوت يومي. إذا مشينا حتى عملنا حجر صحي، يعني نرجع له في حال اللي وقع في مارس أبريل ماي، فغادي يكون انتحار يعني للاقتصاد المغربي وللوطن ككل. فبالتالي ضروري 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 أننا نوعيو ونفهموا أن كاين ارتباط يا وطيد بين احترام الوقاية ونمو الاقتصاد، وإلا غادي نوصل لما يحمد عقبه. تمام، وهذا هو تخوف الكثيرين، سواء أنتم خبراء الاقتصاد ولا أيضا الأطر الطبية. أسألك سيد جمال، بما أنه المندوبية السامية للتخطيط تترقب أن يفقد الاقتصاد المغربي 712,000 فرصة عمل في العام الحالي، ليقفز بذلك معدل البطالة إلى 14.8 مقابل 9.2 العام الماضي، بلغة بسيطة يفهمها صاحب البقالة ويفهمها المواطن البسيط، ماذا يعني ذلك بعيدا عن اللغة الاقتصادية الضخمة؟ طيب، بشكل بسيط، الأرقام اللي قدم الأستاذ دكتور حذيفة تقول أن الاقتصاد المغربي فقد العديد من النقط أو نقط من مستوى النمو دياله، باش كينمو على مستوى، وخصنا نعرفوا بانه كل نقطه نمو كانت كتخلق في واحد السنوات 30,000 منصب شغل جديد، اللي يمكن الان مع التطورات اللي عرفها سوق الشغل اللي كتحدث واحد 15,000 سنويا منصب شغل جديد. الان ما دينحتوش هاد المناصب الشغل، لان الاقتصاد عرف واحد التراجع بسبب الازمه
ديال الحجر الصحي والمناخ العالمي اللي عاشه العالم ككل في الحجر الصحي. إذن البطالة سيطرة الطابع منسوبها، هذه من المؤكدات. يعني إذا وصلنا لهاد 14% اللي غطات المندوبية السامية للتخطيط، راهي 14% اللي درنا واحد المجهود جبار في المغرب، هي اللي كانت مسجلة سنة 1999، ودار المغرب واحد المجهود جبار كبير باش ربحنا واحد 4 نقاط. وصلنا كنتكلموا على 9-10% ديال معدل البطالة. فالدولة ستكون مجبرة بفعل تراجع الإيرادات ديالها أو الضرائب ديالها أن ما توظفش أكثر، هذا إشكال. المقاولات أو الشركات ستعيش أو عاشت وستعيش العديد من المشاكل، ستشغل أقل. إذن هذه هي الآن، هي الآن يعني في الظرفية الحالية سيد جمال، هي الآن تسرح بمجهودات الحكومة وبضخ هذه الأموال من الأبناك والقروض وما إلى ذلك. هناك عمال يسرحون، الله يكون في عوانهم زعما، وخصوصا المقاولات الصغرى اللي داك الدعم على كل حال مركز في واحد الجهه، لان واحد اللي كيشغل 3 أو 4 الناس وما بقاتش حركته التجاريه قائمه. وحنا كنعرفوا الدور ديال المقاولات الصغرى في النسيج الاقتصادي المغربي. يعني هناك الطموح اليوم رصد كما جاء في الخطاب الملكي، رصد او ضخ ما يقارب 120 مليار درهم في الاقتصاد المغربي، أي المخطط الذي تم وضعه واللي كيعادل تقريبا 11% من الناتج الداخلي في الميزانية المالية الداخلي الداخلي الخام. هذا مجهود كبير، لكن راه الأوضاع جد صعبة. لهذا خاصنا يعني كما كيقول أحد الأصدقاء قال لي أمس أن خاصنا هذا الكور ديال الإصابات المرتفعة وهذا المناخ اللي تخلق مع الإصابات المرتفعة في المدة الأخيرة خصنا نربحوه في واحد أسبوع ولا أقل من أسبوع، أننا نعودوا نسجلوا عدد من الإصابات اللي مقبول. أنا كنقارن نفسنا بالعديد من الدول العربية، نسب إصابات فيها قليلة جدا، يعني الأردن 47 حالة، تونس 120 حالة. ويجب ذكر أن تونس فتحت كل المعابر الدولية والحركة الطيران إلى غير ذلك، وكل أنشطة مفتوحة لديهم. فالعدد اللي كنسجلوه اليوم صراحة وبكل الموضوعية والمسؤولية غير مقبول وغير ما يمكنش نستمروا فيه. مؤسف ومؤسف جدا فعلا، كما قال العهد المغربي هو حال مؤسف ووضع مؤسف ولا يبعث على التفاؤل. سيد حذيفة مزيان، بالنسبة لمن يسمع أنه الدولة ضخت في الميزانية أموالا طائلة، الدولة قدمت دعما ماليا للشركات، أليس هذه الإجراءات يعني من يزيد في ذهنية البعض على أنه والله الدولة قادرة أنها تحل لنا مشكلنا ونزيد في هذا اللامسؤولية والاستهتار؟ طبعا طبعا طبعا، هاد الأخبار هذه وهاد القرارات في الحقيقة يعني كاين بعض الناس اللي كيستوعبها من طريقة مغلوطة، ولكن ماشي المشكل، ماشي أنا أعتقد أن السياسة اللي كيتبعها المغرب، الدولة المغربية أكيد ضخ، اللي قال جلالة الملك اللي أخذ قرار أنه يضخ 12 مليار ديال الدولار، وهذا طبيعي لأنه جميع الدول حتى في المجتمع الأوروبي راه ضخوا ما يناهز 700 مليار باش العجلة الاقتصادية. ولكن له تكلفة دكتور، له تكلفة. لا 12 مليار معناه مزيد من الديون، معناه مزيد من يعني الركود. أكيد، ولكن مكره أخاك لا بطل، لأن المشكل أن الأزمة، واخا نبغيو حنا نخرجوا من الأزمة بوحدنا، الأزمة عالمية، لأنها أول مرة المغرب كيعرف أزمة ماشي ديال غير استيراد يعني الصادرات، حتى الواردات، يعني حتى الأسواق الخارجية مسدودة،
يعني سيت اون دوبل كريز، ماشي اون كريز غير ناسيونال انترن داخليه، الازمه دوليه. وبالتالي قررت عده دول، في الدول الامريكيه، الدول الاوروبيه، غير اخيرا في مع في اجتماع ديال لا كوميونيتي اوروبيان، 700 مليار اللي غادي ستضخ. طبعا ماشي خرجت يعني غادي تخرج على مدى 3 سنوات، ولكن بواحد البرنامج، واحد الاجندا، واحد ديدلاين لمساعده المقاولات باش ما يكونش هناك افلاس. ولكن باراليلمون يعني بموازاه هذا، هناك سياسات تعبئه ديال المجتمع ونقاش طويل جدا حنا كنسمعوه في القنوات الاسبانيه الفرنسيه حول واش نديروا الماسك واش ما نديروش، واش نديروا في باريس مثلا عملته في بعض الاحياء، ماشي كل الاحياء. أنا هادشي كنقول أنا يمكن، وكان في يعني عنف، كان في عنف يعني حتى المواطن الفرنسي مع بعضهم لمن لا يضع الكمامة كان يتعرض للعنف، العنف ولكن من طرف المواطنين. يعني المواطن هناك يعني يقوم بدور مراقب، لأن ما يمكنش نتكلوا غير على المخزني وعلى الرجل الأمن، خص كل مواطن يكون اللي هو واعي بهذه المسألة وبالخطورة دياله، كي ينبه الآخر طبعا بلا باقة. شوف إذا كل واحد ينبه واحد راه غادي نعملوا واحد القفزة نوعية كبير. أنا كنلاحظ أنه منذ الخطاب هذه يعني ثلاث ايام على مستوى عده مدن، كانت على مثلا الجهه ديال طنجه تطوان، احنا شفنا انه كاين هناك واحد المسلسل تراجعي، ما بقاش غير نهار ولكن هناك مسلسل. علاش؟ معنى ان يعني جلالة الملك والخطاب ديالو الذي كان هو خطاب رب بيت، ماشي خطاب ديال باش يخلع عباد الله، لا، يعني رب بيت اللي كيخاف على المجتمع، على وطنه، على اسره المغرب. يعني يمكن الناس وعات، ماشي كل شيء، ولكن اذا وعاو غير 20% اليوم و10% غدا بدور الاحزاب و3% ولا 5% بدور الجمعيات، وهلم جر والعائله، ولا ننسى العائله، ولا ننسى ايضا القيمه التي يحظى بها مكانه الملك في البلاد. يعني كلامه مسموع كيف ما كنقولوا، وسيحظى بالكثير والكثير جدا ان لم اقل الانصياع. ما نادى به بالاساس هو ناشد القيم، استحضار قيم الوطنية في سلوكنا من أجل كسب حرب كورونا. سيد جمال، لم يتبقى الكثير من الوقت، شباب وهي الفئة التي فيها نسبة إصابات كبيرة، وهم الذين لم يعيشوا ثورة الملك والشعب، كيف نقنعهم اليوم بأننا بهم سنربح المعركة؟ مسألة لا أقول بسيطة، مسألة جد معقدة، ولكن في آخر المطاف الشباب يجب أن يقول أني من ورائي أب، جد، أم، جدة، أصدقاء، إخوان، إلى غير ذلك. ومن المؤكد أن ارتفاع عدد الوفيات، أنا شخصيا الأيام الأولى كانوا يتكلموا عن الوفيات ما كنتش كنعرف شكون، الآن بدينا كنكتشفوا أقارب وأصدقاء اللي تعرفنا عليهم أو كنعرفوهم الذين أصيبوا وتوفوا رحمة الله عليهم. إذن الشاب أو الشابة ماشي كتير اللي مطلوب منه، ماشي كتير صراحة، معقيم، كمامة، تباعد، عدم السلام. احنا كنعرفوا في التقاليد ديالنا في المغرب هذاك السلام، العناق، الحار، الى غير ذلك. فللاسف هذا الفيروس اللي يمكن نقولوا انه بليد وضعيف ينتشر بسبب بلدتنا نحن، او بسبب اننا عدم التعامل معه بالاحترازات الكاملة. إذا تعاملنا به بالاحترازات الكاملة سنكسب هذه المعركة التي نادى بها جلالة الملك. دكتور حذيفة أمزيان، وأنت الخبير في الاقتصاد، لو نقول قبل أن نصل إلى المعادلة الصعبة، الصحة أم الاقتصاد؟ بجوج بجوج. انا اعتقد ان حتى في الخطابات جات الملك في يعني في غضون 20 يوم هناك تنبيه، هذا في الخطاب الاخير، ولكن هناك امل، هناك نظره الى المستقبل، هناك سياسه
يعني مستقبلية، ضخ 12 مليار، إعطاء الأهمية للجانب الاجتماعي بتسريع تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي وكذلك تعميم التغطية الاجتماعية، ونبه الحكومة لذلك، يعني إعطاء في غضون 5 سنين كيخص يكون هذه المسألة هذه حسمت. هذا يعني أنه المغرب ماشي فشل، وجات الملك يعني اللي هو قائد هذه الأمة يعني كيعطي الأمل، رجل ينظر إلى المستقبل. هذه محنة مرينا بها، مرينا بعدة محن، والذكرى ديال ثورة الملك والشعب هي يعني قدوة. يعني احنا جايين على الاستعمار، غادي يكون فيروس غادي يوقف ابدا، لن يكون هذا المغرب سائر ان شاء الله، ولكن بتضافر الجهود والعمل على ان كل واحد يساهم على مستوى ديالو في محاربة هذه الجائحة لكي يزدهر المغرب ويتقدم إلى الأمام. هذا أملنا جميعا، التقدم إن شاء الله والرقي، وأن نعود إلى سابق عهدنا وأحسن إن شاء الله. أمل كبير يحذونا على أنكم ستكونون أيضا من المستمعين لهذا الكلام ومنفذيه. أتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل لضيفي الكريمين الدكتور حذيفة مزيان الخبير في الشؤون الاقتصادية والرئيس السابق لجامعة عبد الملك السعدي، نفس الشكر موصول أيضا السيد جمال أغماني وهو الخبير في قضايا الشغل، وأيضا الوزير الأسبق في التشغيل والتكوين المهني. أنتم مستمعين مستمعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ومشاهدي قناة ميديا تيفي، لم يتبقى لي إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم ووفائكم لهذا الخاص. أدعوكم أيضا إلى متابعة باقي هذه التغطية الخاصة مع زملائي الذين سيكونون أيضا في حوارات مباشرة مع ضيوف آخرين. ابقوا برفقتنا أينما كنتم، وتذكروا دائما أن الوطنية هي ليست فقط شعارات ترفع، ولكنها أيضا سلوك يطبق. في أمان الله، دمتم سالمين.